ناوي ان احنا نحل النهارده مع بعض المسالتين من اخر مسالتين سنتر اوف ماس ومومنت اوف انرشيا واحده واحده من اخر امتحان. المساله اللي فاتت ما كانتش في سنتر اوف ماس ومومنت اوف انرشيا، ما خدوش مومنت اوف انرشيا، فكنا هنحل المسالتين في الامتحان اللي هو بتاع 2011. لو انتوا عايزين حاجه اخرى ممكن نعمل حاجه اخرى نحل في الامتحان. نعم 2012 مش معايا الامتحان، بس نفس الوقت ما كانش فيه مومنت اوف انرشيا، ما فيهوش مومنت انا معايا الامتحان، ما فيهوش مومنت اوف انرشيا. انما لو عايزين تحلوا برضه حاجه طيب المسألة دي في جت في الامتحان اللي هو ايه 2011. المسألة دي بتديني لجنة بالمنظر ده مصنوعة من ثلاث مواد مختلفة، مستطيل والجزء الأولاني ده رو 1 وبتديني رو 1 3 كيلو جرام متر سكوير، والجزء الثاني ده من رو 2 يديني رو 2 2 كيلو جرام متر سكوير، والنصف دايره المايله دي نصف دايره بس هي مايله شويه دي بتديني رو 4 كيلو جرام و3 4 كيلو جرام من متر سكوير.
اديني دايمنشن تبقى 6 تبقى 6 وعايز يجيب السنتر اوف ماس بتاع اللمنه دي عايزين نجيب السنتر اوف ماس بتاع اللمنه ما بنعمل ايه؟ بنعمل ايه عشان نجيب السنتر اوف ماس لاي لمنه؟ بنجيب الماس نقسمها الى اجزاء راسيه الاشكال الاساسيه اللي عندي فدي تتقسم بص كده وبلاش ايه؟ تعدي كل دي تتقسم لكام جزء؟ خمسة اللي هما ايه؟ كتير ومنه نص لاين خمس اجزاء تقسم لخمس اجزاء مستطيل زيرو 1 شلت منه نص دايره والمثلث زيرو 2 شلت منه نص دايره وجمعت عليهم الايه؟ نص دايره كبير يبقى دي خمس اجزاء ماشي ما اقدرش اشيل دايره مره واحده لان انا عندي الدرس هنا غير الدرس هنا فيبقى تيجي تعمل ايه؟ زي ما اتفقنا قبل كده في مسائل السنتر والمقاسات تقسم الشكل بتاعك الاجزاء الرئيسيه وتجيب الماس بتاع كل جزء وتعرف هو السنتر والماس بتاعه موجود فين الاكس والواي بتاعه وبعد كده تحطهم في التيم مش كده؟ يبقى الاشكال اللي عندي عندي اول جزء ده ريكتانجل نجيب له الماس الماس بتساوي ايه؟ الماس بتساوي رو اللي هي هنا رو 1 في الاريا يبقى بتساوي 3 رو 1 3 في الاريا اللي هي كام 3 6 يبقى 54 كيلو مش كده 54 كيلو جرام طب بالمره الاكس والواي بتوعه كام؟ عشان لما اجي احطهم في التيبل لو جبت كل واحد الماس والاكس والواي خلاص حطيتهم في التيبل المساله خلصت كده المستطيل ده سنتر الماس بتاعه المفروض حافظه اللي هو مركزه الايه؟ هندسه اذا كانت الدايمنشن بتاعته 3 و6 السنتر الماس هنا كام وكام بقى النقطه دي؟ 1 ونص و3 1 ونص بس بالنيجاتيف مش كده؟ يبقى ناقص 3 على 2 و3 يبقى دي ناقص 3 على 2 و3 طبعا ممكن تحطها في التيبل على طول ممكن تحطها في التيبل على طول بس لان في شكل من الاشكال اللي هو المايله دي هتشوفها بتجيبه ازاي فده اللي هنجيبه انما الباقيين ممكن تحطهم على طول في التيبل مفيش مشكله طيب ده بالنسبه لايه؟ للريكتانجل نيجي للجزء الثاني اللي هو سيمي سيركل ماشي طبعا دوت ده بلس وسيمي سيركل اللي هو ايه؟ ده نمبر 1 ده 2 ده 3 وخلي نقول المثلث 3 ده 4 وده 5 مش كده؟ مستطيل زائد مثلث ناقص نص دايرة نص دايرة من المستطيل المثلث برضه مش نص دايرة ومجموع عليه نص دايرة ايه كبير فالجزء الثاني سيمي سيركل المطروح ده الماس الرو ده مطروح منين؟ من الرو 1 يبقى رو 1 في الاريا اللي هي 3 في كام؟ ده نص دايرة ار باي ار سكوير ار بكام؟ ار بواحد ريديس بواحد يبقى 3 على 2 باي كيلو جرام طب الاكس والواي بتوعه كام؟ اكس 2 واي 2 ده اكس 1 باي 1 صفر 1 وده اكس 2 واي 2 صفر 2 اكس 2 واي 2 بكام؟ سيمي سيرك دي سنتر الماس بتاعها هنا كام بقى الاكس والواي؟ الواي بثلاثة الواي بثلاثة والاكس نيجاتيف فاكرين كانت ايه؟ نيجاتيف 4 على 3 صح؟ يبقى نيجاتيف 4 ار اللي هي بواحد ار بواحد على 3 بواحد وبالنيجاتيف لقيناها ايه؟ الجزء النيجاتيف نيجي للترانجل
بتاعته 2 كيلو جرام على متر متر سكوير يبقى 2 والاريا اهو كام بقى بكام 6 في 6 يبقى 36 كيلو جرام. طب والاكس والواي بتوعه كام؟ اكس 3 واي 3 اكس 3 واي 3 مثلث فرع. طب بقى انا حاجه من الاثنين بالنسبه للتراينجل يا اما تجيب الكوردينت بتاع ثلاث نقط وتجمع وتسمع ثلاثه يا اما في الرايت انجل مثلث قائم كده تقول ايه؟ تلت الضلع ده وتلت الضلع ده يبقى 2 و2 يبقى اكس 2 واي 2 طب الجبر على طول. الشكل الرابع اللي هو سيمي سيركل برضه الماس ام 4 تساوي رو في الاريا رو اللي هي ايه؟ رو 2 برضه في الاريا يبقى 2 الركب ب 2 بكام؟ الركب ب 2 نص باي ار سكوير يبقى باي كيلو جرام ايوه رو 3 في المستطيل رو 2 في المثلث هي دي مطروحه من انهي واحد فين؟ سيمي سيركل دي مطروحه من انهي واحد؟ مطروحه من المثلث يبقى استخدم الركعه على المثلث اوكي؟ طيب الاكس والواي اكس واي بكام؟ الواي بثلاثه طب والاكس؟ 4 ار اللي هي 4 في 1 على 3 باي بصوا ها؟ هنا اوكي. نيجي لاخر جزء، نيجي لاخر جزء. سيمي سيركل كبير. الجزء الاخير. نجيب الاول الماس. الام الرو ثلاثة في الاريا. الرو 3 كانت ب 4 كيلو جرام في متر سكوير يبقى 4 في الاريا في السيمي سيركل يبقى هاف باي ار سكوير ار بكام؟ 3 رو 2 الراديوس هنا 3 رو 2 يبقى 3 رو 2 سكوير اسمه ايه كده؟ يبقى ده كام بقى؟ 9 في 18 2 يبقى 36 باي دي الماس. طيب السنتر اوف ماس بقى بتاع النص دايرة اللي احنا حاطينه بالنسبه للسنتر اوف ماس احنا قلنا السنتر اوف ماس لازم تكون حاطه ايه اللي انت تعرفه عن السنتر اوف ماس؟ ان هو موجود على الخط اللي بيقسمه ربعين على الخط ده في مكان ما وان انا اعرف المسافه دي كام؟ بعد السنتر اوف ماس عن المركز اللي رسمت منه ايه؟ النص دايرة دي فالمسافه دي اللي معروفه الطول ده قد ايه؟ 4 ار على 3 بار صح كده؟ طب و ار ب 3 روت 2 يبقى كام؟ 4 ار 3 روت مع 3 يبقى 4 2 على بار صح كده؟ ان ار ب 3 روت 2 يبقى ايه؟ 4 ار على 3 ايه؟ بقى ار على 3 والار ب 3 روت 2 اوكي؟ طيب دي المسافه دي انا عايز الكوردينتس بتاع النقطه دي لو انت عارف الكوردينتس بتاع النقطه دي مش تقدر تجيب الكوردينتس بتاع النقطه دي؟ انت عندك دي 4 روت 2 فدي المسافه دي 4 على باي والطول ده 4 على باي دي 4 على باي ودي 4 على باي لو احنا عارفين الاكس والواي بتاع النقطه دي لو انا عارف الطول ده بكام والطول ده بكام اجمع عليه 4 على باي و4 على باي مش انا ارسمها لك بس واحده كبيره هنا Thank you.
النقطة دي جاب ازاي؟ وخلي بالك انت عارف الطول ده كام؟ اللي هو ايه الطول اللي هناك؟ 3 رتوب. انت عارف ان ده 3 رتوب. عارف ان ده 3 رتوب. وعرفت ان ده 4 رتوب على بعد. يعني الطول ده 3 رتوب والطول ده 4 رتوب على بعد. ازاي 45؟ 45 منين؟ على الرسم. الطول ده 3 رتوب ده 3 رتوب يبقى زي 45. نقدر بقى نجيب ايه؟ نقدر نجيب الكورن بتاع النقطة دي ازاي؟ المسافة دي والمسافة دي نجيبهم ازاي؟ ده من دهالي المسافة دي المسافة دي المسافة دي من دهالي كده في المسافة تمام ده حل مظبوط طبعا عشان لسه بتقول ايه؟ ودول على استقامه واحده، اقول لك لو مش على استقامه واحده برضه تقدر تجيبها ازاي؟ يعني هنا الاثنين دول الخط ده نفسه بيمر بالمركز الدايره او مركز نص الدايره في سنتر وخمسه، فعلى استقامه واحده الخط المالي بيساوي 45 ده. زميلتكم بتقول ايه؟ طب يبقى الطول ده كله انا عارفه 3 زائد 4 على باي روت 2 مش كده؟ ويبقى المسافه دي اضرب كوزين 45 والمسافه دي ساين 45 مش كده؟ يبقى الطول ده كله اللي هو 3 زائد 4 على باي في روت 2 ده الطول ده مره يتضرب كوزاين 45 ومره يتضرب ايه؟ ساين 45 معايا؟ يبقى الاكس والواي بتاع طبعا روت 2 كوزاين 45 واحد من روت 2 يدينا 3 على 4 يعني الاكس والواي 3 زائد 4 على باي والواي 3 زائد 4 على باي باي بس هقول لك لو مش على استقامه واحده برضه تقدر تجيب تاني المسافه دي 3 روت 2 والطول ده 4 روت 2 على بار خط على استقامه يعني ده خط واحد مايل زاويه 45 يبقى النقطه دي كوردنس بتاعتها ايه؟ المسافه الكليه كوساين 45 والمسافه دي ساين 45 ايه المسافه دي؟ 3 روت 2 بس 4 على باي روت 2 اللي هي 3 زائد 4 على باي روت 2 مرة ضربت كوزين 45 ومرة ثانية اضرب في سين 45 3 زائد 4 على باي بص بقى جملة حتى لو ولنفرض ان هم ما كانوش على استقامة واحدة يعني الزاوية دي غير الزاوية اللي ميت بيها ده زاوية مختلفة كده؟ مش انت بمعرفة الطول ده والزاوية دي تقدر تجيب الكوردنس بتاع النقطة دي؟ ماشي؟ تقدر تجيب الاكس والواي بتاع النقطة دي، تقدر تعرف المسافة دي بكام؟ والمسافة دي بكام؟ طب أنت عايز الكورن بتاع النقطة دي، عايز الاكس، يبقى الاكس دي أجمع عليها الطول ده، والواي دي أجمع عليها في إيه؟ الطول ده. يعني ممكن لو الزاويتين دول مختلفتين، ممكن يبقى 3 روت 2 كوزاين وساين بتاع الزاوية دي، و4 روت 2 على باي كوزاين وساين بتاع الزاوية دي. مش كده؟ أجمعهم إيه؟ دكتور هتحط دي تاني؟ أه. المسألة كان بتديني نص دايرة بقى، خلي بالك السنتر اوف ماس انت بتبقى عارف مسألة سنتر اوف ماس، انت بتبقى عارف مكان السنتر اوف ماس، انما النقطة الكوردينتس بتاعتها كام لازم تبص على الرسم، لازم تبص على الرسم، يا اما بجيبها بمجرد النظر يا اما ممكن تحتاج شوية ايه؟ شغل جملة، زي في مسائل الشابتر الأولاني خالص بتاع الفكر كان الكوردينتس بتاع النقط هي دي بالظبط زي في الشابتر الاول فاكرين الشابتر الاولاني وكانت بتقابلكم كوردينتس بعض النقط احداثيات بعض النقط كان حاجه من الاثنين في نقط بتتجاب بمجرد النظر ان انا اقول امشي كذا في اكس وكذا في واي وفي نقط بتتجابها ازاي؟ شويه جيومتري شغل هندسه مش كده؟ شويه شغل ايه؟ جيومتري تحلل وهكذا فدي نفس الكلام دي نقطه ومحتاجين نجيب الاحداثيات بتاعتها خلاص بقى ما بقاش سنتر اوف ماس
انت جبت الماس والاكس والواي، فاضل بس اجيب احداثيات النقطه دي. اجيب مساله جامد، عايز اجيب احداثيات النقطه دي، اجيبها ازاي؟ اذا كان عندك الطول ده 3 روت 2 والطول ده انت حافظه 4 على 3 باي، اللي هو طلع 4 روت 2 على باي او 4 على باي روت 2، وعايز النقطه دي تجاب ازاي؟ يا اما اخد الطول ده كله على بعضه واعمل له ساين وكوساين 45، مش كده؟ الطول ده كله على بعضه. عارف ازاي دي 45؟ اعمل له ساين وكوساين. الطول ده كله ايه؟ 3 روت 2 زائد 4 على باي روت 2، واعمل له ساين وكوساين. كالكوليتر ده هو يعني روت 2 هتروح على روت 2 يبقى 3 زائد ايه؟ 4 على باي. او لو انت عارف النقطه دي كوردنتس بتاعتها بكام؟ عارف الاكس والواي، مجرد ان انا اجيب الطول ده قد ايه والطول ده قد ايه؟ انا عارف ده. عرفت ده 4 على 3 باي. اجيب له بس ساين وكوساين عشان اعرف المسافه دي كام ودي كام؟ واجمعهم على الاكس والواي دول. عايز الاكس الكليه تبقى عباره عن الاكس دي زائد الايه؟ المسافه دي. عايز الواي كليه دي زائد المسافه دي. بعد ما جبت الام والاكس والواي كل جزء حل بقى المساله، نحل بقى المساله بطريقه تقليديه. يقول لي ام الاكس الواي ام الاكس ام اكس واي اكس ام بلس
4 باي ساين 30 درجه. اوكي ده لو مش عايز تسمع. نعم لازم يديك حاجه تجيب منها احداثيات النقط. لازم حاجه تجيب منها احداثيات الايه؟ النقط. يا شباب هنحل مساله، انا كنت هحل مساله مهمه كومبينيشن، بس في ناس طلبوا ذنب الفراغ باي حاجه اللي انتوا عايزينها. عزم سوق مهمه الفراغ. مركز الكتله بدل الام بتسترسمي ليه؟ مش بنعمل تيب ام واكس وواي، ام اكس وام واي. مركز المساحات اللي هي بدل مركز الكتله بدل ام يبقى ليه؟ يبقى الايه والاكس والواي والاي بالاكس والاي بالواي. هي الاثنين بيبقوا مرتبطين على بعض بيبقوا حاجه واحده لو رسم. لو رسم. طيب ناخد واحده عزم تسوق. نفس الامتحان. الجزء الاولاني 4 4 4 4
صور. فهنيجي نقول الماس بكام؟ رو في ايه؟ رو أربعة اللي هي أربعة أربعة وستين كيلو جرام. أربعة وستين. طيب الاي اكس طبعا في ورقة الأسئلة بقى بكون مدي لك ايه؟ الأشكال الأساسية. الأشكال الأساسية محاورها. فبالنسبة للمربع أو المستطيل يا إما تيجي المحاور دي فبتدك المحاور تلعب الكورنة فبيبقى الأي اكس تل الماس في الضلع العمودي التربيعي. الكلام نفس كلام أي واي. لأنه مربع فهنا الأي اكس والأي واي مالهم؟ متساويين. هنا الأي اكس بتساوي الاي واي تعبرت نمبر 1 الاي اكس بتساوي الاي واي بتساوي الربع الماس اللي هي 64 في الضلع ايه؟ كيلو جرام كل الماس في الضلع التربيع كيلو جرام كل الاي اكس بتساوي الاي واي بتساوي نيجي لاي اكس واي نجيب كل جزء لوحده. نرجع بقى للكلام اللي كنا بنقوله في المحاضره. الاي اكس واي اللي انا اعرفه او اللي احنا بنقولك في ورقه الاسئله شكلين مثلث وربع دايره. مثلث وربع دايره فاكرين؟ مثلث وربع دايره. اما المستطيل والدايره والنص دايره نتيجه ان كان في اكسس اوسيمتري فكنا بنقول لك عند الاكسس اوسيمتري بيساوي ايه؟ الاي اكس واي بيساوي ايه؟ بيساوي صفر. فانا ما اعرفش صحيح الاي اكس واي من المربع هنا اهو ولكن انا عارف ان عند النقطه دي بتساوي ايه؟ زيرو مش كده؟ اكتب اللي انت عارفه يبقى ده بيساوي زيرو. بس انا فين دلوقتي؟ عند المحورين اللي بيتقاطعوا عند مركز المربع. انا هنا دلوقتي ده زيرو. اتسالني من هنا لهنا؟ نظرية التحول المتوازي. فاكرين نظرية التحول المتوازي؟ يا إما بجمع الماس ديستانس يا إما إيه بطل. مش كده؟ أنا هنا هجمع الأطراف. أنا هبعد عن سنتر أوف ماس يبقى ماين. ببعد يبقى إيه؟ بلس. أنا ببعد عن مركز قطبي. هنا هو أقل ما يمكن. ببعد يبقى بلس. الماس اللي هي 64 في إيه بقى؟ المسافات اللي انا همشيها واشارتها. انا بتحرك انا عارف هنا عارف ان ده بزيرو وعايزك هنا يبقى تمشي المسافه دي ومسافه كام وكام؟ اثنين واثنين بس مالهم؟ يبقى ليه كوف نيجاتيف مش كده؟ أربعة من 56 كيلو جرام متر كده؟ ناخد الجزء اللي بعده. تيجي على الجزء اللي بعده برضو. اللي هو الثاني الدرايفنج. ونرسمه على المحاور الايه؟ بتاعت المسافة. ادي الدرايفنج اهو. ودي المحاور ده محور اكس. وده محور واي والطول ده هو 4 والطول ده 3 اوكي ونجيب الاي اكس ونجيب الاي واي هاجي الجهه الاولى اجيب الماس الام تساوي الرو في الاريا الرو كام؟ رو ب 4 والاريا نص 3 في 4 مش كده؟ يبقى كام 24 يبقى 24 كيلو جرام. قابل اجيب الاي اكس والاي واي والاي اكس واي. كل جزء وبعد كده اجيب الرقم العشرة. الاي اكس الجزء الثاني بوينت نمبر 2 كلام اللي قبل كده. هل انت تعرف مومنت اوف انيرشيا المثلث حوالين محور كده عند طرفه؟ طبعا لا. اللي احنا مديناه لك المحور بيمر الضلع الزاوية البيضاء بيبقى المومنت اوف انيرشيا ثلث الماس في الضلع العمودي التربيعي
بس بيمر طلع زي الثاني. نعم ده اللي انا حاطه. يبقى زوتس الماس الضلع الكبر، يبقى زوتس الماس 24 الضلع العمودي اللي هو 4 سكوير. انا دلوقتي فين؟ انا موجود عند ايه؟ عند الخط ده. محور يمر ايه بالضلع المثلث الطارد. ده الجذر ده اللي انا كتبته وعايز اجي هنا. اقدر انهي مره واحده؟ لا ما اقدرش انهي مره واحده لان بستخدم نظريه التحرك الكوازي ما بين محورين واحد فيهم لازم يكون بيمر بجي. ونقطه جي هنا. نقطه جي هنا. فلازم الاول اروح ايه؟ اروح في نقطه المحور اللي بيمر بنقطه جي، لازم اجي هنا. طيب عشان تروح لجي هتطرح ولا تجمع؟ اتفضل. عند جي هو اقل منه. اطرح الماس ل 24. المسافه دي سكوير. المفروض ده قد ايه؟ 4 على 3 سكوير. طيب انا كده وصلت للمحور البلد اللي الاكس اكس وبيمر بجي. عايز اجي بقى عند المحور اكس هبعد عن جي يبقى بلس الماس اللي هي 24 المسافه سكوير. المسافه دي كام؟ 4 ناقص 4 4 ناقص 4 على 3 اللي هي 8 على 3. اذا كانت دي 4 على 3 فدي 8 على 3. كده جبت الاي اكس. طب الاي واي حد يقول لي بقى الاي واي؟ ها؟ اي واي غير اي نظريه محمد قاسم مش كده؟ المهم الكومبينيشن المثلث حوالينا هنطلع زاويه قريبه خلاص. سوتس الماس طلع العامل التاني مش محتاجه هنا. يبقى سوتس الماس طلع العمودي اللي هو 3 سكوير. كويس قوي. ركز بقى مع بعض نجيب الاي اكس واي. اي اكس واي الجزء بتاع المثلث يساوي انا عايز برودكت انيرشا او عايز الاي اكس واي بالنسبه لمحور الاكس واي اللي هم ايه؟ اللي ده الاوريجن بتاعهم اللي هو الخطا ايه؟ ده محور اكس وده محور واي. طبعا ما اعرفهاش. انا عارف بالنسبه لاني محورين؟ اللي هم عند راس الزاويه القايمه. انا عارف ان المحورين دول هتلاقينا في ورقه الاسئله يدينك المثلث ده. المثلث ده وبقول لك لو الطول ده ايه؟ الطول ده بي يبقى الاي اكس واي تساوي بلس وماينس 1 على 12 الماس الاي والبي. وامتى بلس وامتى ماينس؟ بلس لو هنا ماينس لو مثلث كده بلس ماينس مش كده؟ يبقى انا عارف هنا عند الايه محور ايه اللي بيمر بطلع زاويه القايمه اللي هي كام بقى؟ 1 على 12 الماس اللي هو 24 الطلعين بتوع زاويه القايمه 3 في 4 بلس ولا ماينس كام؟ بلس ولا ماينس؟ المثلث ده كده ربع كده يبقى ايه؟ بالبلس. كويس. انا دلوقتي كتبت البرودكت كونديشن عند المحورين اللي بيتقاطعوا هنا وعايز انقله هنا. ينفع انقل على طول مره واحده؟ ما ينفعش طبعا. لان النقطه دي مش جي ولا دي جي. لازم اروح الاول لجي. رايح لجي يبقى ماينس الماس بالمسافات اللي انت هتمشيها عشان توصل للنقطه دي. همشي قد ايه؟ كام كام؟ همشي الطول ده مضاف ولا مطروح من لندن؟ السيمي سيركل نص الدايرة وارسمه على المحاور بتاعته. ايه المحاور اهي وادي نص الدايرة عامل كده. المسافة دي كلها 4 المسافة دي كلها 2 والريديوس بواحد. المسافة دي كلها 2 الطول ده بواحد الطول ده بواحد مش كده؟ وعايز اجيب الاي اكس والاي واي والاي
اي اكس واي. هنبدا بالماس بتساوي رو في الاريا بتساوي رو 4 سيمي سيركل ار باي ار سكوير يبقى 2 باي كيلو جرام. طب الاي اكس والاي واي اي اكس ديفايد نمبر 3 ما اعرفوش طبعا بس انا عارف هنا صح؟ اللي هو كام بقى؟ اللي هو يبقى عندك ورقه اسئله وانت حافظه روك ان اللي هي 2 باي 5 سكوير. طيب عايز انهي من ده اقدر انهي مره واحده ولا مرتين؟ مره واحده لان المحور ده بيمر بنقطه جي بلس ولا ماينس؟ بلس بعد نقطه جي يبقى بلس الماس اللي هو 2 باي في المسافه بين المحورين سكوير في 2 سكوير. طب الاي واي الاي واي ديفايد نمبر 3 برضه اكتب اللي انت عارفه روكا الماس 102 باي بار سكوير بس انت فين دلوقتي انت عند المحور ده اللي هو بيمر في مركز الايه؟ مركز الدايره او المركز اللي انا رسمت منه نص دايره وعايز انقل من هنا لهنا الكتاب دوت عايز انقل من هنا لهنا نقدر ننقل مره واحده؟ ما يقدرش لان ايه؟ نقطة جي بعيدة هنا ده ما بيمرش بجي وده ما بيمرش بجي يبقى انقل على مرتين رايح لنقطة جي يبقى ماينس الماس 2 بار المسافة دي سكوير المسافة دي كام؟ 4 ار على 3 بار صح؟ 4 سكوير وصلت لهنا اروح للمحور واي ابعد احط جي يبقى بلس الماس اللي هي 2 بار والمسافه دي كام؟ 4 ناقص 4 ناقص 4 على 3 بار سكوير كده ده الاي واي فاضل اخر حاجه الاي اكس واي النصف دايره ويبقى جبت كل جزء لوحده فاضل بس في ايه؟ الاي كلية اي اكس كلية بتساوي الاولاني زائد الثاني ناقص الثاني. الاي اكس واي السيمي سيركل يساوي طبعا ما اعرفش برودكت انرشا السيمي سيركل بالنسبة للمحاور البعيدة دي بس انا عارف ان بالنسبة للمحاور دي بكام؟ زيرو يبقى انا عارف ان هنا ايه؟ بزيرو. وطبعا هنا برضه بزيرو عشان ده محور تماسك انما حتى لو مش عارف خلينا نبدا باللي انت متاكد منه يعني ممكن واحد يقول ما هنا بزيرو اللي هو عند نقطه جي عشان محور تماسك انما حتى لو مش واخد بالك خليك على اللي انت عارفه ومتاكد منه كويس عند النقطه دي بزيرو صح؟ يبقى زيرو. طيب انا اللي واقف هنا دلوقتي وعايز اجي هنا اقدر انقل مره واحده؟ ما اقدرش انقل مره واحده اروح عند نقطه جي بقرب من نقطه جي يبقى ماينس الماس اللي هي 2 بار في المسافات اللي انا هتحركها عشان اوصل لنقطه جي باشارتها انا عشان امشي من هنا لهنا امشي كام في الاكس وكام في الواي؟ الاكس 4 على 3 بار انما في الواي 0 يبقى هنا ايه؟ اضرب في 0 وهنا ايه 4 ايا كان بقى في 0 مش كده؟ 4 على 3 ماشي؟ ده بزيرو. اللي هي زي ما بقول لك كان ممكن واحد كده بمجرد النظر الاول يقول ان البرودكت الكونيرشا هنا بزيرو بالنسبه للمحورين دول عشان ده محور تماسك. انما خليك عادي مش عارف تفضل هنا وهنا هتلاقي لسه بزيرو. انا لو وصلت لهنا القيمه دي لسه بزيرو. طب عايز اجي من هنا لهنا اعمل ايه؟ اجمع ولا اطرح؟ بس ولا ماينس؟ بلس الماس المسافات اللي انت هتتحركها في الاشاره بتاعتها طول ده قد ايه؟ طول ده قد ايه؟ طول ده 2 بالنيجاتيف تمام؟ وده قد ايه؟ سالب اللي هو ايه؟ لا مش ده مش واحد 4 ناقص 4 على 3 بار طبعا سالب مع سالب ممكن مش كده؟
يبقى انت كده جبت الاي اكس والاي واي والاي اكس واي لكل جزء. فهتيجي تقول الاي اكس الكليه تساوي الاي اكس بتاع المربع زائد الاي اكس بتاع المثلث ناقص الاي اكس بتاع الايه نص الدايره. والاي واي نفس الكلام بالظبط. والاي اكس واي نفس الكلام. والاي اكس واي نفس الكلام. طيب بعد ما جبت الاي اكس والاي واي والاي اكس واي قدامنا كان ضارب في المساله بيقول عايز زاويه ميل المحاور الرئيسيه. زاويه ميل المحاور الرئيسيه العلاقه بتاع المحاور الرئيسيه دي لازم تكون ايه؟ حافظ العلاقه بتاع الزاويه دي. حد فاكرها؟ الفا زاويه ميل محاور رئيسية. تاني العلاقة بتاعتها بقت تاني 2 ألفا بتساوي ناقص كده؟ 2 أي إكس واي على أي إكس ماينس أي واي. تعويض بس بالأرقام إيه؟ تعويض بالأرقام اللي أنت حضرتها. تقدر تعرف بإيه؟ 2 ألفا بكام وبالتالي ألفا بكام؟ دكتور هناخد الـ أي إكس واي عند الـ G نعم؟ ناخد الـ IX واي عند الـ G بالنسبة لأني واحدة؟ هي الـ IX واي هنا نمبر 3 نتكلم على جزء منهم ولا على الشكل كله ولا إيه؟ لا آخر جزء نص دايرة ناخدها عند الـ G على طول عند الـ G أهو المحورين دول الـ IX G واي G هنا بزيرو ليه بزيرو عشان ده محور تماسي وبعدين خلاص؟ زيرو وينش بقى؟ اجمع الماس دي بزيرو وده بزيرو يعني ايه نفس العلاقه دي مش هتطلع حاجه تانية؟ اوكي؟ دكتور ايوه هو لو الثاني الانجل نزل تحت هو ده بيجيب ولا نيجاتيف سؤال كويس الاول انت كده جبت زاويه المحاور الرئيسيه ممكن يقول لك وهات بقى ان هو ما عن المحاور الرئيسيه عايز الاي اكس داش والاي واي داش عند الزاويه دي اعمل ايه؟ اقعد في العلاقات الاي اكس داش بتساوي الاي اكس كوساين سكوير والاي واي ساين سكوير مش كده؟ نايس 2 اي اكس واي ساين ايه؟ كوساين معايا؟ ايوه عشان دوت فين المحاور المايلة لازم تلاقيها رسمة او اللي هي سيكا طبعا ما فيهاش قوانين يعني كده ما اعرفش غير اي قوانين يعني المحاور ايه؟ ايه المحاور المايلة قول تاني سؤال لكن مش فاهم سؤال طلب مني الاي اكس اكس والاي واي الاي اكس داش والاي واي داش المحاور اللي هي ايوه لازم اديك انا عايز اقول لك بزاويه كام او اطلب محاور مايله معينه اللي هي المحاور الرئيسيه اقول لك هات زاويه ميل المحاور الرئيسيه وهات لي الاي اكس داش اللي هي دي زي اللي فاتت مش كده؟ يعني يا اما اديك زاويه واقول لك هات لي عندها الاي اكس داش والاي واي داش والاي اكس داش واي داش يا اما اقول لك بقى انا مش عايز كمان اي محاور مايله انا عايز محاور محدده اللي هي بنسميها ليه البرنسبل اكسيس او المحاور الرئيسيه فتقوم انت جاي بالزاويه مش كده؟ طيب العلاقات بتاع المحاور المايله فيها ساين سكوير وكوساين سكوير وساين سيتا وكوساين سيتا زميلكم سال سؤال مهم بيقول احنا بنرسم لو رسمت لك المحاور كده فبقول دي سيتا مش كده؟ طب لو لف الناحيه الثانيه انا لو عملت لك المحاور كده فسيتا خدها بايه؟ الزاويه دي بس بالنجم الزاويه دي بالنجم معايا؟ يعني الزاويه بتتقاسم باتجاه يوجد في محور اكس يا اما تقول 360 ناقص سيتا وخلاص وصلت 100 بس طبعا يعني كوساين وكوساين هتبقى ايه؟ او تقولي مثلا لو الزاويه دي 30 ناقص 30 هي مش هتفرق في جزء في العلاقات اللي انت حافظينها ساين سكوير ساين سكوير وكوزاين سكوير مش هتفرق مش هتفرق اصلا في الكوزاين خالص مش كده؟ كوزاين مش هتفرق تفرق في مين؟ في الساين والساين سكوير برضه مش هتفرق انما بقى تفرق في الساين كوزاين الساين ايه؟ التربل كوزاين كوزاين دي هتفرق
ماشي، بتاخدها هي بيه. ايه؟ تاخد الزاوية، الزاوية هتبقى